عند النادي الأهلي ونفس التفكير. فبتجهز إدارة النادي الأهلي خلال الأيام القليلة اللي جاية ما يقرب من 60 مليون جنيه علشان تصرف مستحقات لاعبي الفريق، سواء فيما يتعلق بمكافآت بطولة الدوري اللي توج بيها الفريق الموسم اللي فات، وبرضو نسبة المشاركة عن الموسم اللي فات، وكذلك مقدم عقود الموسم الجديد. وبتعمل الإدارة الحمراء على تجهيز هذا المبلغ من أجل صرف مستحقات اللاعبين في سبتمبر الجاري ومع انطلاق الموسم الجديد خاصة، وإن إدارة النادي بتعمل دائما على دفع مستحقات اللاعبين في موعدها علشان يتم الالتزام بالارتباطات المالية من ناحيتها تجاه لاعبي الفريق، وده بيريح أكيد اللاعب وبيخليه كده نفسيا مستقر. وبيعكف خالد الدرندلي أمين صندوق الأهلي على تدبير قيمة مكافآت الدوري ونسبة المشاركة وكذلك مقدم عقود اللاعبين، خاصة وإن الموضوع بيرتبط بلاعبين رحلوا عن الفريق بينتظرون الحصول على مستحقاتهم، وكذلك بلاعبين جدد تعاقد معهم النادي الصيف الجاري بينتظرون صرف مقدم العقود. أكيد مبلغ كبير جدا، 60 مليون جنيه بيسعى النادي الأهلي أو يسعى أمين الصندوق إن هو يوفره في الوقت الحالي الأستاذ خالد الدرندلي علشان كل اللاعبين يكونوا داخلين مستقرين، وكمان بيتكلم ان في فلوس ممكن تكون في الفتره ديت عند لاعبين اوريدي رحلوا عن صفوف النادي الاهلي. مهمه صعبه ولكن لازم تقام، وكمان تحديد وقت عاملين ديو ديت ان هو في شهر سبتمبر يتم انهاء كل الفلوس النادي الاهلي المفروض يدفعها للاعبيه، واعتقد ان دي حاله جيده جدا ان النادي الاهلي بيسعى ان هو ينهيها مع قبل انطلاقه الموسم القادم.